سلام، انا معاد احبوش. من الاخر الكاتب سميتو احمد الصفريوي، الكتاب سميتو لابوات اميرفي، اتكونوا عارفينها بلا ما نحتاج نقول لكم. علبه العجائب، واحد طاسه صغيره فيها بزاف ديال الحوايج ما عندهم حتى معنى حتى قيمه، ولكن اللي داير ليهم هاد الشان هذا كامل هو سيدي محمد. احمد الصفريوي في هاد القصه هادي غيرجع بالزمن اللور، غادي يرجع لفاش كانت عنده 6 سنين، ما عندوش صحاب، واحد دري وحيد ساكن هو وامه لالا زبيدة، واحد المراه زوينه الله يعمرها دار، وراجلها عبد السلام، ساكنين كلهم في دار الشوافه. دار الشوافه ساكنه فيها واحد الشوافه كانوا مسمينها خالتي كنزه. دار الشوافه ساكنه فيها حتى لالا رحمه اللي عندها بنت سميتها زينب، وهي كبر من سيدي محمد بعام، هو عنده 6 سنين وهي عندها 7 سنين. وسيدي محمد ما كانش كيحمل فيها الزغبه هاد زينب هادي بنت لالا رحمه. راجل لالا رحمه سميتو دريس العواد. العائله ديال سيدي محمد والعائله ديال زينب بجوج بهم مجموعين في دار وحده اللي هي دار الشوافه. هاد الدار هادي جات في واحد الزنقه مضيقه. المهم النمط ديال سيدي محمد هو انه كل نهار كيمشي في الصباح للمسيد باش يقرا القران. الفقيه كان كيقريهم واحد الفقيه اللي كبير في العمر وديما طالع عليه الزعاف. هاد المسيد كان في درب النواله، اتكونوا عارفينه، الفاسيين يكونوا عارفينه درب النواله، واحد الدرب كاين في فاس. المهم سيدي محمد كيف ما عارفين حنا واحد الشخص اللي وحيد ما عندوش صحاب ديب، وهاد الوحده ديالو خلات عنده واحد الخيال واسع. هاد لابوات اميغفاي راه فكره من الخيال ديال سيدي محمد، فهو كان عنده مركب نقص. هاد لابوات اللي فيها الغلاقات والخرقات والصداف يعني غير التخربيق، ولكن هو رد منهم شخصيات اللي عندها قيمتها، فهو كان خالق واحد العالم ديالو بوحده. واحد الحاجة اللي ما كانش كيحملها سيدي محمد واللي هي لو بان مور، الحمام. مو كانت ديما كديه الحمام وكيطولو فيه بالسوايع، وهو ما كانش كيحملو وكيدوز عنده نهار خايب الا مشى للحمام. بحال ملي كنتي انت صغير وكتجرك امك تمشي للحمام وانت ما حاملش، فهكا كان سيدي محمد. واحد الحاجة اللي لاحظها سيدي محمد في الام ديالو ووصفها لينا، على انهم من مورا ما كيجيو من الحمام كيرجعوا من الحمام كتبقى تعاود هي وصحاباتها على شنو وقع في الحمام، شكون اللي دابزات، كيفاش داز الجو ديال الحمام وداكشي. فهما ديما من مور الحمام كيتجمعوا العيالات اللي منهم لالا زبيده، ويبقاو يدويو على شنو وقع في الحمام، وكل وحده كتقول شنو دارت وحتى شنو شافت. وغيوصف لنا باللي لالا زبيده الام ديالو كانت ديما كتباها قدام صحاباتها بكونها من سلاله ديال الشرفه، وجدودها احفاد ديال الرسول وعندها الحساب والنسب. هي ديما كانت كتباها عليهم وكتقول لهم انا بنت النسب والحساب والشان والمرشال. المهم هادو شي حوايج وصفهم لنا سيدي محمد على الام ديالو. غيجي واحد النهار وغدابز لالا زبيده ولالا رحمه يعني الجارات، غيدابزوا على النوبه النشير ديال الحوايج، وبداو كيتعايروا ويتسبوا ويقلوا العرض والحياء. نتوما عارفين المدابزات ديال العيالات في المغرب كي كتكون. فسيدي محمد كيوصف في القصه باللي تصدم من هذا الجيست، هذا تشوكا من السبان ديال لالا رحمه ولالا زبيده اللي هي الام ديالو. غادي تدوز هاد الواقعة هادي، وسيدي محمد غيكون عنده نهار 3 امتحان عند المسيد. غيجي نهار 3 وسيدي محمد ما بغاش يمشي حيت خايف ما يعرضش داكشي اللي حفظ العام كامل. سيدي محمد غيصطانع المرض ديالو. داك النهار جات عندهم واحد المرأة كانت صاحبت لالا زبيدة وجارتها القديمة اسمها لالا عيشة. هاد لالا عيشة هادي شافت لالا زبيدة مقلقة، قالت لها مالكي؟ قالت لها سيدي محمد واقيلا بحال مريض حيت ما قدش يمشي للمسيد، ولكن هو سيدي محمد غير ما بغاش يمشي حيت خايف لما يعرضش داكشي اللي حافظ، ماشي مريض غير صطانع المرض. هنا لالا عيشة اقترحت على مات سيدي محمد اللي هي لالا زبيدة انهم يزوروا الضريح ديال سيدي علي بوغالب باش تشرب المال سيدي محمد، داك الماء ديال الضريح علا وعسى يتشافى.
بقات كتقنع فيها لالا عيشة، كتقنع فيها حتى خلاتها تمشي معها وقالت لها لالا زبيدة مرحبا يلا نمشيو لهذا الضريح. مشاو للضريح وبقاو كيدعيو على داك سيدي علي بوغالب، وحق بركة سيدي علي بوغالب داوي لينا ولدنا، راه بغينا ولدنا يولي بخير. بقاو كيدعيو وخلاو سيدي محمد تما حدا الضريح تيدور، فشاف واحد المشة وبقى تيقيس معاها تيقيس فيها حتى قمشاتو، حيت داك الضريح كان عامر بالمشاش وجرحاتو مشة. لالا زبيدة تقلقات حيت شافت هو اصلا مريض وعاد زاد جرح جرحاتو مشة. مشى للدار وباه قال لمو ما تخليهش غدا يمشي للمسيد راه مجروح ومريض، وما مشاش. فرح سيدي محمد ملي ما مشاش، وفرح حيت جاتو مع العطلة النيت غيجلس يومين متابعة. الغد ليه فاقوا في الصباح وصبحوا على بعضياتهم الجارات يعني الصواب، وفاطمة البزيوية جارتهم اللي ساكنة حدا لالا زبيدة ساكنة أنفاس معاها جايبة سفنج لسيدي محمد. شوية غيجي دريس المتعلم ديال عبد السلام، ماشي دريس العواد راجل لالا رحمة، دريس المتعلم ديال بات سيدي محمد اللي هو سي عبد السلام. فهاد الدريس المتعلم جا باش يدي ليهم التقدية لمرات سي عبد السلام لالا زبيدة مات سيدي محمد، ويدي السلعة من الدار للمعلم ديالو سي عبد السلام. فجا وصل التقدية وهز داكشي اللي كان خصو يهز ومشى في حاله. شوية جات رحمة وخانت داك الدباز ما بينها وبين لالا زبيدة، جابت لسيدي محمد واحد اللعبة على شكل فيل صغير وفرح به سيدي محمد، وزادو على التويشيات اللي كان كيجمع في لابوات اميغفي. من بعد غايجي نهار الجمعة، مشى سيدي محمد للمسيد في العشية، يعني راه جلس يومين تقريبا، مشى للمسيد في العشية. سيدي محمد غيوصف لنا باللي ملي قال لهم الفقيه في الاخر ديال الحصة سالينا خصكم تخرجوا بحال الا تحرر من شي زنزانة، بحال ملي كتكون شي جوج سوايع ديالك في الفيزيك وكتقول فوقاش نغي نخرج، انا بغيت غير نخرج. فهكا كان كيوصف لنا سيدي محمد المشهد ديالو ملي قالوا لي قال لهم الفقيه خرجوا. سيدي محمد فاش خرج من المسيد وكان راجع للدار، شاف عند فاطمة البزيوية واحد الفانوس شراته. هو فاش شاف داك الفانوس تبهر ومشى ديريكت لعند امو، قال ليها راه فاطمة جارتنا البزيوية راه شرات فانوس. امو مشات عند فاطمة باش تشوف الديكور وعجبها الديكور، طاحت عليها الفكرة حتى هي بغات فانوس، وتسنات حتى جا راجلها سي عبد السلام وطلبت منه يشري لها فانوس، حيت هما في ديك الوقيته كانوا كيضويو غير بالشمع. فبقات عليه بالهضره الهضره 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 حتى الصباح صافت ليها الفانوس مع دريس المتعلم. من بعد زينب بنت رحمه تلفات، واخا لالا زبيده كانت مدابزه مع لالا رحمه وساتها وطبطبات عليها حتى لقات بنتها. لالا رحمه تجمعوا عندها العيالات وبحال كيشاركوا معها داك الفيلين داك الاحساس ديال البكية. وسيدي محمد هنايا كيوصف لينا باللي هو كان كيشوف داكشي بحال هما راه كانوا غير القلب عامر جاوي يخويو على لالا رحمه، يعني راه ما كاين لا شاركوا الفيلين لا والو. سيدي محمد في هاد البيريود هادي فرحان حيت هو ما كانش كيحمل الزغبه في زينب، داكشي علاش ملي تلفات هو فرح. غادي تجمع لالا زبيده هي وفاطمه البزيويه ومشاو للضريح ديال مولاي دريس، وبقاو كيطلبوا باش تبان زينب بنت رحمه. وفاش وصلوا لقاو زينب تما، حيت ديك البلاصه كيتجمعوا فيها الناس اللي تلفوا شي وحدين اللي كانوا جالسين تما، فلقاو زينب بنت رحمه تما. فاش لقاوها رحمه فرحات ودارت صداقه ملي لقات بنتها زينب. دريس العواد راجل رحمة مشى جمع دوك السعايا اللي كاينين في الحومة باش يكونوا في الصداقة وياكلوا ويكرمهم. رحمة حتى هي دارت لجاراتها العرادة وكلاو وبقاو كيقشبوا ويقصروا ويهضروا بيناتهم، وخلات زينب مع سيدي محمد كياكلوا بجوج. العلاقة ديال سيدي محمد مع لابوات اميغفي، ديك الطاسة اللي كان فيها خاشي فيها الصدافي خاشي فيها شي حوايج اللي لا علاقة، كانت واحد العلاقة في شكل فين ما كان مقلق كيمشي يخويها ويهضر مع هادوك اللي كان كيجمع يعني الصدافي الخراقي.
وكيجيب ليه الله باللي كيدوي مع شخصيات، يعني كان خالق واحد العالم بوحدو. فاش لقاو زينب بنت رحمة، فاش لقاوها ودارت ليهم لالا رحمة ديك الزردة ديك العرادة، غنسالي هاد الشابيتخ هذا. من مور هاد الشي سيدي محمد غادي تجر امو معاها باش يمشيو يشوفوا جارتهم القديمة اللي سميتها لالا عيشة. لالا عيشة ديك المرة اللي كانت جات عند لالا زبيدة باش تدي سيدي محمد يشرب الماء من الضريح ديال سيدي علي بوغالب. مهم لالا زبيدة جرات ولدها ومشى معاها لعند هاد لالا عيشة هادي، وسيدي محمد لاحظ كيفاش ملي جلسات امو هي ولالا عيشة بقاو تينمموا في العيالات وفي الناس ديال الحومة، بقى ملاحظهم كيفاش كيهضروا في الناس. فمات سيدي محمد لالا زبيدة اتصيفطو يلعب حدا الزنقة ديال الحومة لالا عيشة، بقات يلعب مع الدراري اللي تما ولا ديك الحومة، وبقى كيلعب معاهم لعبة عريس وعروسة. انتوما عارفين لعبة عريس وعروسة يعني كيديروا احداث هكا العمارية داكشي، غتكونوش انتوما لعبتوها في الصغر، انا بوحدي اللي ما لعبتهاش، واخا لعبة زوينة ولكن فاك. هاد اللعبة هادي غتسالي بالمدابزة، فسيدي محمد كيعاود لنا ان واحد من الحومة كان ضرب واحد البنت بنت الجيران، فوقع المشاكل وسالت اللعبة بالمدابزة، وكل واحد مشى فحالو لدارهم بحال ملي كتقطع كرة كل واحد كيتشتت لدارهم. واحد شوية غيجي مولاي العربي العلاوي. مولاي العربي العلاوي هو راجل لالا عيشة، جا للدار ديالو بقات كتهضر معاه مراتو عيشة، قال ليها شي حاجة وفجأة بقات كتبكي وكتبكي ومقلقة. سيدي محمد ما فهم والو في هاد السيناريو، ولكن نقل لنا هاد الحادث بكل لي ديتاي ديالو، على ان مولاي العربي العلاوي غير قال لمراتو عيشة هذاك الشيء بقات كتبكي وتقلقات. ماين سيدي محمد لالا زبيدة واساتها وبقات معاها العشية كاملة. في الليل سيدي عبد السلام مشى للدار ديال لالا عيشة باش يدي مراتو وولدو سيدي محمد. الغد ليه لالا زبيدة فاقت وعاودات لراجلها سيدي عبد السلام على شنو اللي خلى لالا عيشة تبكي من بعد ما قال لها راجلها ديك الهضرة. قالت ليه لالا عيشة بكات حيتاش مولاي العربي العلاوي تخاصم مع صاحبه في الخدمة. انا نقول لكم كيفاش. هاد مولاي العربي العلاوي راجل لالا عيشة كان عنده واحد الحانوت واحد المحل، وكان خدام عنده واحد البنادم سميتو عبد القادر، وهذا عبد القادر هذا كان باغي يتزوج وخصوه الفلوس، وسلفو مولاي العربي ودار معاه زوين، وواحد الفترة ولا حتى شريكو، قال ليها تولي شريكي في الخدمة انا تايق فيك، ولا شريكو في المحل وما بقاش غير خدام، دار معاه زوين. ولكن هذا عبد القادر هذا ما ردليش فلوسه اللي كان سلفهم ليه مولاي العربي. فمولاي العربي شاف ان الاوضاع غدا وكتتطور لأسوأ، فدعاه وخدعاه ما صور والو، واللي ربح القضيه وخد المحل هو داك عبد القادر. سيدي محمد هاد الفتره اللي كيعيش وهذا الشيء اللي كيسمع دابا، الاختطاف ديال زينب ورجوعها ومولاي العربي، البلان اللي وقع عليه ما بينه وبين عبد القادر، فباش ينسى ويرفه على راسه كان كيتانسبيرا من لا بواط اميرفي هذيك الطاسه. وزياده على هذا الشيء كانوا كي واحد الحجايات اللي كان كيحكيهم ليه مولاي عبد الله مول الحانوت، واحد الحانوت حداهم، هذا السيد كان كيحسس سيدي محمد بواحد الراحه حيت كان كيحكي ليه الحجايات. بات سيدي محمد عبد السلام عاود على مول الحانوت هاد عبد الله هذا، جمع مرته وولده وبالصدفه واحد النهار عاود ليهم عليه، قال ليهم هاد عبد الله هذا راه واحد السيد غامض ومزكرم، حتى واحد ما عارفه لا فين كيسكن لا ما عارف عليه حتى شي حاجه، كاين بنادم اللي تيقول عليه كاع ملحد، كاين بنادم اللي تيقول عليه راه كيكون في دوك البلايص ديال الضريح ودوك انه مخلصه الحكومه باش يقول هاد الحجايات للناس اللي كيجيو عنده. قال ليهم باللي راه انه كيقولوا عليه باللي شي نهار كانوا شافوه في شي زاويه على انه زعما سيد، وقال لهم ان الاغلبيه كيمشيو عنده باش يعاود لهم الخرايف، وبزاف ديال الناس ما حاملينوش، وحتى واحد ما فاهمو لا شنو الدور ديالو في ديك الحومه لا شنو هو كيدير، شنو الهدف ديالو من داكشي دوك الحجايات اللي تيقول. سيدي محمد نقل لينا شنو قال عبد السلام على عبد الله مول الحانوت. عبد السلام طبيعه الحال كيعاود على هذا عبد الله بحال شي واحد في الفي بي اي اف بي اي اف بي اي. المهم دازت ايام، سيدي محمد مشى للمسيد وعاود على الفقيه باللي كان داك النهار فرحان وناشط وما قداتو فرحه، ما عطاهم لا عصا لا والو، حيت علاش؟ حيت عاشوره قربت، وملي كتقرب عاشوره
قال لينا باللي الاباء كيحطوا الفلوس باش يزينوا المسيد دونك ما عطاهمش العصا وتعامل مزيان وكان فرحان داك النهار. سيدي محمد حتى هو كان فرحان وبطبيعه الحال راه الفقيه ما معصبش دونك سيدي محمد فرحان. ملي مشى للدار ما لقاش امه وملي ما لقاش امه تقلق بطبيعه الحال بدا تيسول فين مشات امه. رجعات امه وبدات كتعاود الجارات اللي حداها على القصه ديال لالا عيشه. عقلينا على القصه ديال لالا عيشه وراجلها. المهم عاودت لهم كيفاش تطورت الامور. فمولاي العربي راجل عيشه من مر المشكل اللي داز منه مراته لالا عيشه باعت ذهبها باش تعاونه وترجع فيه الروح. العيالات وراء كل رجل عظيم امراه. ورجعت فيه الروح باش يخدم من جديد ويفتح محل اخر. غير سالت لالا زبيده الهضره ديالها والنميمه ديالها على لالا عيشه تسمع واحد الغوات ديال البكا. يعني شي واحد تيغوت بغاو يعرفوا شكون هذا اللي كيغوت مناش جاي هاد الغوات هذا. واحد الجاره اللي غوتات. علاش؟ حيتاش الحلاق اللي في حومتهم سيدي محمد بن طاهر هذا الحلاق ديال الحومه ديال سيدي محمد. هاد سيدي محمد بن طاهر جاتو سكرات الموت فمات. مين سيدي محمد لالا زبيده مشات تعزي مع جارتها مرات الحلاق. فمشى معاهم سيدي محمد حتى هو. وفاش رجع بداو كيتخيلوا ليه شي حوايج اللي في شكل. بدات كيتخيل ليه الموت كيفاش كدوز الموت الدفن مراسم الدفن عذاب القبر والحوايج اللي كتخوف. فداكشي اللي كان هو عارفه في عقله كانوا كيتخيلوا ليه شي حوايج. سيدي محمد بحال الا جا الاكتئاب والديبرسيون بحال الا خايف. وبا عبد السلام لاحظها فيه. فبا عبد السلام باش يهدنو بغى يعاود ليه شي قصص وشي حكايات. فبقات يعاود ليه على الجنه والملائكه فاش الملائكه تيجي ويقبطوا الروح ويديوها وشي حوايج زوينين باش يطمئن الولد. ولكن الولد واخا هكاك اثرت فيه دوك الحوايج اللي شاف. راه مشكل مور مشكل سيناريو مور سيناريو. فالدري بحال تلخبط ولا كي يشوف شي حوايج خاف وتقلق وجاتو الديبرسيون وتخايل راسو ميات وتدين وكيدفنوه. يعني عزينو هكا تيغسلوه وتيدفنوه حتى نعس وبقى تيحلم بداك الشيء. قال لنا سيدي محمد ولا لوناغاتور قال لنا انه فاش نعس بقى تيحلم بداك الشيء اللي كان كيتخايلو. ومولا لالا زبيده فاش هو فاق الصباح ما خلاتوش يمشي للمسيد حتاش كان بحال دار بشي حاجه. سيدي محمد كان خايف حيتاش في هذا السن هذا اللي هو 6 سنين وشاف هذا الشيء كامل اثرت عليه اثرت على نفسيته. داكشي علاش كان مأزم وديما تيبان لينا انه في القصه انه وحيد ومأزم وديما بوحدو وخالق عالمو ديالو بوحدو. فداكشي علاش اثرت داكشي تيبان شخصيته هكا وحيده. هنا سيدي محمد غايقول ستوب ومشى صافي مبقاش كيديها في الجارات والنمطيه ديالهم وداكشي اللي كيديروا في عيلهم. فمشى تيعرض القران اللي كان حافظه بقى تيعرض. شويه جات عند امو عطاتو واحد البراسلي ديال الكوير دوك اللي كيتباعوا ب 10 درهم غالبا تيبيعوهم دوك الافارقه. فبحال هادوك عطاتها لامو وفرح بها ومشى للدروج كيفرح 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 وبقى كينقيها ويشوف كي دايره ويشوف فيها ويلعب بها. شويه جات عنده المشه ديال زينب بنت جارتهم اللي ديك زينب اللي ما كيحملهاش سيدي محمد. فجات عنده المشه بقى حتى هو تيلعب معاها وتيقيسها وحط ليها داك البراسلي في عنقها. شويه اش غيوقع المشه هربات. فسيدي محمد يصحاب ليه بحال زينب هي اللي صافطات المشه باش تاخذ ليه داك البراسلي اللي عطاته ماما. انا سيدي محمد غيهبط وبدا يهلل يقول لها انت اللي حرشتي المشه تجي تاخذ ليه البراسلي. وهكا بدا تيدابز معاها واصلا كان باغي يعني يدابز معاها وما تيحملش فيها الزغبه كما كنقول ديما واحد التضاد بيناتهم. مهم دازت شي ايامات قربت عاشوراء بقات ليها سيمانه تقريبا وشي شويه. الفقيه ديال الجامع كلف الدراري الكبار باش يزينوا الجامع وسيدي محمد ما عجبوش الحال حيت الدراري الصغار قال لهم ما ديروا والو وحيت هو عنده 6 سنين فما عاونهم في والو وما قاد والو. يعني بقى بحال هكاك ما عجبوش الحال حيت ما قاد والو كان باغي غير يزين ويقاد مع الاخرين.
الغد ليه الفقيه غيقول للدراري الصغار انهم يجففوا ويشطبوا ومن بينهم سيدي محمد، وقال ليه لسيدي محمد انت غتكون الكابيتان ديال الفرقه، يعني انت اللي غتشرف عليهم، انت هو بحال الرئيس. وعجبوه الحال لسيدي محمد، افتخر براسو ملي رجع للدار. فاش ملي رجع للدار واخا كان عيان من داكشي اللي دار، داكشي ديال الجفاف والتصياق في المسيد، ولكن عجبوه الحال وافتخر بها قدام والديه وشجعوه لالا زبيده والسي عبد السلام. الغد ليه في الصباح ماما لالا زبيده قالت ليه ما غتمشيش للمسيد اليوم، غادي تمشي معايا نشري لك الحوايج بالمناسبه ديال عاشورة. ففرح وطلع للسطح كيتسنى وقتاش مو توجد راسها باش يمشيو، وبقات يحلام ويسرح في الاحلام ديالو والتخيلات ديالو يعني، وبقى تما كيلعب. امه كتعيط 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 وهو كاع ما جاوبها، فتقلقات عليه. ومن بعد مساو الشوافه مولات الدار عيطت لالا زبيده وقالت ليها غدا جيبي ليا معك واحد التوب. لالا زبيده مشات، يعني مشات هي ولدها سيدي محمد. وفي الطريق تلاقات لالا عيشة، عقلين على لالا عيشة صاحبتها وجارتها القديمة، فقالت لها الحمد لله مولاي العربي العلاوي راه وقف على رجليه ورجع يخدم من جديد. فرحات لها لالا زبيدة وصافي مشات، يعني صافي سدات مع الموضوع ومشات. وصلوا للقيصرية، سيدي محمد بقى غير كيشوف دوك التواب ودوك الالوان ديال التواب، فعجبوه بزاف. شويه وصلوا لواحد المحل وشرات ليه ماما واحد التوب. بقات كتاوى، بقى كيعاود لنا على كيفاش كتاوى مع داك مول المحل انه يرخص ليها. بقات كتاوى كتشطر معاه، فخلى عليها بالثمن اللي هي كانت بغات. ملي شرات ليه داكشي رجعوا في حالهم ونسات التوب ديال الشوافه اللي كانت وصاتها عليه، نساتو. وصلوا لحدا الدار وبقى كيتشاوف هو وزينب بنت رحمه واحد الشوفات ديال ما كيتحاملوش. شويه هما يدابزوا، من بعد فارقتهم امو وعاقباتو لالا زبيده. مشى لواحد القنت وبدا كيتخايل راسو ملك وسخي، بحال شي امير، بحال شي واحد يعني عنده شي مكانه عاليه. عيطات له امو تغدى، من بعد عيطات له امو يتغدى ومشى كلا معاه. واخا هو ما كانش حامل ياكل، ولكن باش ما يزيدش يعصب امو مشى كلا. بقاو كيتغداو، شويه سمعوا واحد جارتهم سميتها خديجه كتغني. هاد خديجه هادي واحد المراه صغيره في العمر، زويونه في الملامح، ومزوج بها واحد البنادم شارف سميتو سيدي عثمان. هاد عثمان كوزان هذا سيدي عثمان، عنده واحد الثروه، وهاد خديجه هي اللي جمعاتو، يعني هي يدو اليمنى. مهم بقات كتغني ولالا زبيده كتغدى، وبحال يعني ما مستغربه من كيفاش كتغني هاد لالا خديجه هاد الغنه ديالها. موراها بشويه العيالات غيتلاقاو مع رحمه، قالت لهم انتم راه ما عارفين والو على هاد خديجه مرات السي عثمان. فدارت لهم سيسبنس، دارت لهم شويه ديال التشويق، وبقاو عليها بقولي لنا قولي لنا قولي لنا شنو وقع، قولي لنا حنباك قولي لنا. فعاودت لهم في اخر المطاف، عاودت لهم قالت لهم راه الجمعه اللي فاتت هاد السي عثمان هذا خرج يمشي يشري الخضره، يعني صفطات مراته لالا خديجه مشي يشري الخضره واللحم، فمشى عند الجزار وتعطل حيت كانوا عنده الناس عامرين، فبقى عنده تيحشي الهضور ليه، تيقول ليه زعما باش يسربيه. واحد شويه جا حداه واحد الكلب واحد الكلب ومعاه هو معصب، فضربو خدا ليه داك الكلب البلغه وهرب بها. بقى هارب وبقى تابعو هذا عثمان، هذا بقى تابعو باش ياخذ البلغه ديالو. فرجع البلغه ديالو، ملي رجع للسوق لقى كلشي باع ومشى فحالو، يعني مول المليح باع وراح. وهو راجع شرى واحد الورده لمراته خديجه باش زعما ينسيها في التقديه اللي وصاتو عليها باش يجيبها، ولكن هو راه عارفين البلان اللي قلت لكم شنو وقع ليه. واخا هكاك واخا جاب ليها الورده تقلقات عليه، هادشي اللي عاودت لهم رحمه فتقلقات عليه. وهذه هي القصه اللي قالت لهم رحمه، زعما شنو وقع ما بين خديجه وهاد السي عثمان في الجمعه اللي فات. دابا عاشورة قربت، العيالات بداو يشريو البنادر والتعارج. السي عبد السلام بات سيدي محمد شرى الولد واحد الزمارة وبقى كيلعب بها. فرح سيدي محمد، شوية جا عنده واحد صاحبه سميتو حموصة. هاد حموصة هذا كان صاحب سيدي محمد، يعني وراسه بحال الحموصة، واحد الراس عنده مكور مدور بحال هكا وبحال الحمصة يعني، فسموا عليه حموصة، يعني راسه صغير بحال شي حمصة.
فجاء عند هذا سيدي محمد وقال ليه قال لك الفقيه هاجي تعاوننا نركبوا التريات دوك التريات دوك ديال الضواو هاجي عاوننا نركبوهم. مشى مع سيدي محمد وعاونهم كانوا كلهم فرحانين وكلهم تيسربيو دغيا باش يرجعوا لدارهم حيت عاشوره هذه قربات يعني كلشي باغي يرجع للدار باش يشوف داكشي اللي جاب ليه الوالد ديالو وداكشي. وفعلا قدو يساليو قبل المغرب ورجعوا قبل المغرب للدار ديالهم كلهم. فالقم مقلقه حيت طفى ليهم داك الفانوس اللي كان شرى ليه السيد عبد السلام لقاها مقلقه وهذاك الفانوس سالات ليه الزيت شويه. داز جارهم من حداهم دريس العواد راجل رحمه طلباتو قالت ليه لاله زبيده ملي يكون راجع يجيب معاه الزيت اللي كتشعل داك الفانوس. ملي رجع السي عبد السلام من الدار ديالو من مور الخدمه جا عند سيدي محمد وقال ليه كان وعدك غدا غنفيقو الصباح ونمشي نشري لك اللعاب اللي بغيتي. فرح سيدي محمد وبدا كيحلام ويتخايل داكشي اللي غيشري ليه باه غدا في الصباح. فهكا بدا كيسامح كلشي اللي دار معاه خايب حتى من زينب اللي ما تيحملهاش سامحها وقال وطلع ليه الادرينالين وقال لهم سمحوا لي كاملين وانا سمحت لكم. مهم المسامحه وكلشي. سيدي محمد الغد ليه في الصباح فاق هو وباه فطروا فطورهم ومشاو للسوق فداروا مزيان وشرا ليه اللعاب اللي بغى وشراو واحد الشمعه باش يصيفطوها للفقيه. ومشاو لعند الحجام السي عبد الرحمن واحد الحجام عندهم تما كيعرفوا السي عبد السلام مشاو عنده باش السيدي محمد يحسن يعني حسن عنده. سيدي محمد ما كيحملش هذا الحجام هذا اللي سميتو السي عبد الرحمن حيت من جوج حوايج ما كيحملوش حيت عارفو غيختنو شي نهار ما غيزقل ليه يقول ليه شوف السماء وشوف طيرو هكا وما كانش كيحملو حيت كيهضر على الناس بالخايب بزاف يعني كان نمام. بقى كيتسنى سيدي محمد نوبتو داك اللي كان كيحسن عنده قبل ما تجي نوبة سيدي محمد بقى شادو بالهضره وجرحو في الحسانه. فسيدي محمد شاد في خاطره دابا وغيتسنى نوبتو تجي. جات نوبتو وحتى هو غادي يجرحو الحلاق سي عبد الرحمن. المهم رجعوا للدار وسيدي محمد غياكل بالزربه وخرج يلعب مع زينب وصحابو بالبنادر وطعرج وينشطو. ذاك النهار داز زوين عند سيدي محمد لعب فيه دار فيه كل شيء ورجع للدار وغسلات ليهم واحد الغسله حكات ليهم مزيان نقاتو وهو ما كانش كيحمل الحمام فنقاتو مزيان وغسلات ليه ونعساتو. ففيقاتو مع 3 ديال الصباح الغد ليه ديال النهار د عاشوراء ما قدش ينوض ولكن نوضاتو ونوضو حتى باه سي عبد السلام قال ليه اليوم عاشوراء فيق راه النهار زوين وغتلاقى بصحابك وغيكون نهار زوين. فلبسات ليهم الحوايج جداد ولبس البلغه اللي كبيره عليه بنمره شراوها ليه كبيره عليه شويه بنمره باش زعما يكبر فيها. كان عنده ما التفكير هذا ماشي غير حنا. فعطاه با 5 فرانك مهم كندويو على ديك الوقت 5 فرانك راه شي حاجه 5 فرانك هي ريال يا اصلا 2 دريال كانت شي حاجه فريال حتى هي راه شي حاجه. عطاه داك الريال مشى للمسيد هذا النهار هذا كان منور عاشوره وكل شيء كيعرض القران وفرحان ومتحمس. عطاهم الفقيه 3 ايام عطله اليوم سيروا تلاحوا مع راساتكم 3 ايام عطله. ورجع للدار كلا الفقيه قساتو الفئسات كلا الكاطو وداه با السي عبد السلام المولاي ادريس واحد الضريح باش يصليو. رجع سيدي محمد من الصلاة هو وباه وسمع لالا عيشة صاحبة ماماه وجارتها القديمة وماماه لالا زبيدة كيتهاودوا يعني كيهضروا بيناتهم ويتحدثوا. المهم هو جا داك الغا ممل داك الهضرة اللي بيناتهم مملة وما عندهاش قيمة وسمع لالا عيشة قالت باللي راجلها راه ولا بخير ولا رجع يخدم وفتح محل ووقف على رجليه ولا يعني من بعد داكشي اللي كان وقع عليه مع داك الشريك. فواحد شوية لالا عيشة بدأت تقرب للودن ديال لالا زبيدة وبغات تقول لها شي حاجة ولالا زبيدة تفهمتها يعني فهمت شنو بغات تقول. فصفطت سيدي محمد ما بغاوش يسمع يعني لالا عيشة ما كانش بغا سيدي محمد يسمع شنو تقول لالا زبيدة. فصفطت لالا زبيدة صفطت سيدي محمد الفوق السطح باش يلعب. رجع بالليل للدار وما عرفش بالضبط شنو قالت لالا عيشة لالا زبيدة. مهم هاد الجو هذا اللي هما فيه كان واحد الجو سخون كان عندهم الصهد ديك الوقيته
ومول سيدي محمد لالا زبيدة كانت من ديما واحد المرا حادقة وكتخمل باش ما يجيوش البخوش والناموس وداك النمل، ولكن هاد الحرارة هادي هي اللي سببات في أن الدار يهجموا عليها البخوش، فكتر في الدار البخوش وسيدي محمد ما حملش هاد القضية هادي. المهم جات واحد الوقيته سيدي محمد وصحابه اللي في المسيد مشاو مع الفقيه لواحد الضريح وصلوا تما. سيدي محمد عجبو الانفتاح ديال الفقيه في هذه الفتره هذه، المعامله ديالو كانت زوينه ولا ظريف مع التلاميذ وهو النيت يعني سيدي محمد. فسي عبد السلام تلاقى مع الفقيه وسولوا على سيدي محمد، قال له الفقيه ان شاء الله راه كيقرا مزيان، ان شاء الله يقدي ولي يقري وليداتنا وراه كيعرض القران مزيان، يقدر يولي يعني داك الفقيه ديال المستقبلي ديال داك المسيد، يعني يولي هو يقري الدراري. سيدي محمد ما كانش حامل هاد البلان هذا وما عجبوش الحال، يعني هو اصلا ما باغيش يولي يقري شي دراري ولا شي حاجه، فهو كان باغي غير يقرا باش يرضي والديه. دازت ايام وبين سيدي محمد السي عبد السلام جاتو الفكرة انه يقلب من جلالب للحايك باش يزيد زعما الارباح ديالو، حيتاش الحايك كان كيتمشى اكثر من جلالب في ديك الوقت، فجاتو هاد الفكرة هادي. المهم من نهار اخر سالاو الغداء ديالهم يعني كانوا كيتغداو، والسي عبد السلام قال لمراتو اليوم غادي نشري لك ستريتلات، كان واعده بواحد ستريتلات وقال لها اليوم كان واعدك انني نشري لك ستريتلات دوك لي بيجو. فنقص سيدي محمد قال لهم ستريتلات راهم بحالهم بحال الورد، الشكل ديالهم بحال ديال الورد، فبقاو تيضحكوا عليه وسيدي محمد ما عجبوش هذا الحال، هذا ما عجبوش الحال. الحاجه اللي زعما الحاجه اللي كيديروا الناس الكبار هي الا كان شي دري صغير كيهضر بحال هكا وكان كيهضر من نيته هما كيستهزؤوا به وكيعتبروه هضرته ساذجه. المهم هو تقلق كما قلنا، فمشى لواحد القنت وبدا كيتخايل العلاقه ما بين الورد والستريتلات، بدا تيتخايل غير مع راسو. امه كانت كتهضر مع فاطمه البزيويه ديك جارتهم اللي قبالة الدار ديالهم، فاطمه البزيويه بقات كتقول لها لالا زبيده انها يعني توافق تمشي معها يشريو ستريتلات. فمشاو مع بعضياتهم مور العصر، السي عبد السلام مشى معها وجارتها فاطمه البزيويه وسيدي محمد فوفى لها بالوعد ومشى باش يشري لها السريتلات اللي وعدهم بها. مشاو مع واحد السمسار يعني باه شد واحد السمسار باش يمشي معاهم ويوريهم فين يشري وشنو يشريو، ولكن هذا السمسار طلع مخ الويض فبدا كيوضرهم يعني كيديهم ويجيبهم وكيخلوط فيهم. السي عبد السلام تعصب وضرب معاه يعني دابز معاه هذا الصداع وداوهم بجوج لدار القاضي، وهذا الشيء زعزع لالا زبيده وسيدي محمد يعني صدمهم. بقاو كيتسناو السي عبد السلام وقتاش يرجع ما رجعش، فمشاو للدار وبقاو كيبكيو وكيتسناو يعني خافوا عليه، بقاو كيتسناو وقتاش يرجع. وواحد شويه رجع السي عبد السلام للدار وجاب معاه دوك السريتلات لمراتو اللي وعدهم بها وصافي حل المشكل وقال لهم مالكم كتبكيو ما تبكيوش دار فيهم بحال هكا، قال لهم ما تبكيوش ما كاين والو. لالا زبيده ما حملتش هاد السريتلات، قالت لراجلها سبحان الله هاد السريتلات هادو راه قدامهم قدام النحس يعني ما بغيتهمش انا يعني طريقهم خايبه غير سير بيعهم غدا. لالا زبيده كرهات هاد السريتلات يعني وصافي صفطات راجلها يبيعهم الغد ليه. سيدي محمد جاه كابوس في الليل يعني جاه واحد الكوشمار بسبب هاد الشيء اللي وقع. ناض الصباح فيه السخانه وقال ليه باه صافي غيبقى في الدار بلا ما تمشي للمسيد، وحتى امو قالت ليه غيبقى النهار كامل غتبقى النهار كامل في الفراش. فجات لالا عيشه لعند لالا زبيده وعاودت ليها على شنو وقع لراجلها في السويقه على حساب دوك السريتلات يعني مع داك السمسار. وشويه لالا عيشه قالت ليها واحد الخبر، قالت ليها راه مولاي العربي العلوي داك الراجل اللي كنت انا عاونته باش يوقف على رجليه وعاونته باش يولي يرد المحل ويخدم راه غدرني ومشى تزوج وحده اخرى يعني سمح فيا. وهذا الخبر زاد السخانه لسيدي محمد وما عجبوش الحال فزاد ليه السخانه وزاد مرض. سيدي محمد بقى طايح في الفراش حتى الليل عاد توقد. تقلقت عليه ماماه لالا زبيده وبا عبد السلام يعني تقلقوا عليه يعني بحال جاهم مرضى خايبه، ولكن في الليل توقد شويه وفاق ليهم. السي عبد السلام كيفات لينا قلنا انه كان قرر يولي يبيع الحايك بلاصه الجلالب، يعني داك الحايك كيتمشى دونك هو قرر انه يقلبها حايك باش
باش يربح شويه الفلوس ونيت يكون راسو مزيان. فعلا مشى للسوق واحد النهار، باع كل شيء، ديك السلعه ديال الحي كلها تبعت ليه وخذ الفلوس، ولكن وهو راجع من في الطريق ديالو للدار طاحوا ليه الفلوس، الفلوس كاملين ديال الحياك والفضل، وباش غيخلص الخدام وش الحوايج. السي عبد السلام تحنسر وما عنده كيدير يرد الفلوس، فقرر انه يمشي للباديه باش يخدم ويجمع شويه الفليسات. قال لمراته علمها، قال لها شوفي انا غنمشي للباديه غنجمع شويه الفليسات نكون راسي ونرجع ان شاء الله. وهذا الشيء اللي دار. وصل واحد الصباح السي عبد السلام كيطا لا كونفرساسيون من الدار، فمشى وسيدي محمد حس بالوحده من اللي باه مشى، وواحد الفراغ جاه، يعني واحد الفراغ عاطفي وواحد الفراغ في الدار. واحد شويه جات عندهم فاطمه البزيويه، ديك اللي ساكنه جارتهم قبلتهم، باش تعطي واحد المشروب، حيت سيدي محمد كان باقي شويه مريض، فعطاته واحد المشروب باش يبريه، ومشروب كيكون فيه الزعتر والكمون، المهم ديك خلطه ديال العيالات ملي كيبغيو يبريو شي بنادم. فعطاتو ليه وبزز باش شربو، حيت ما ذاقو كان في شكل، وحنا ديما ما تنشربوش داكشي تيكون مر ولا، ولكن في الاخر راه شربو، يعني شربو باش يبرى. سيدي محمد تكى، وماماه قالت ليه شوف ابقى متكي، انا غنمشي عند خالتو عيشة ديك اللي كانت تجارتهم قديمه نشوف كي بقات من داكشي اللي دار لها راجلها. المهم مشات، وهو جاه الملل وشد ديك الطاسه لا بواطا ميغفي، وبقى عايش عاوتاني في العالم ديالو، ولكن هاد المره ما حش بديك الحلاوه، ديك النشوه، يعني داك الخيال الزوين وانه امير وسخي، وهادي ما حش بديك، بحال الا فقدوا القيمه ديالهم دوك الحوايج اللي في الطاسه. حيت هادشي علاش؟ حيت باه كان مشى، دونك فقدات ديك الطاسه القيمه ديالها، ديك دوك الحوايج اللي كيتخايل. رجعت امو، وديك الليله جاه الارق ما جاش النعاس، بقى كيتحرك ويتقلب يتقلب حتى نعس، اخر المطاف نعس. في الصباح ديال الغد ليه نوضات امه وقالت ليه غنصاوب لحبيبي لومليط اللي كيبغي، حيت سيدي محمد كان عزيز عليه واحد لومليط كانت كتصاوب امه. وخرجاتو قالت ليه غنخرجك للضريح نطلبوا الوالي باش سيدي محمد يبرى. فطروا ومشاو للضريح، ومن بعد دازوا عند لالا عيشة. العيالات بقاو كيدويو، لالا زبيدة وعيشة، لالا عيشة، فبقاو تيدويو بحال هكا تيتحتتو. وخرجوا يمشيو عند واحد الشواف سميتو سيدي العرافي، قرروا يمشيو عنده يشوفوا هاد الأحزان والمصايب اللي طاحت عليهم على ريوسهم منين جات، ومن هنيت تشوف لالا عيشة كيفاش ترد راجلها. وصلوا للدار ديالو هاد سيد العرافي، وصلهم واحد الدري صغير ودخلوا لعندو. سيدي محمد بقى كيشوف ويحقق، وهو كيشوف ديك الطاسه اللي كيستعملها الشواف. دونك هاد السيد العرافي هذا الشواف عنده واحد الطاسه جات لسيدي محمد بحال لابواط اميغفي، هاد الطاسه كيكون فيها البيض الزاج شي حاجه بحال هكا، يعني الانسان تيبقى يقلب اللي جات فيه، يعني جا فيه الزاج غيقول ليها شنو عندك، جا فيه هادي يقول ليها شنو عندك، داكشي بحال ديال الكارطه، ها قلبيها تخماميها باش يتيني الله وكتعزل. وكما قلنا سيدي محمد فكراتو هاد الطاسه هادي في لابواط اميغفي. المهم سيد العرافي شير سيدي محمد هو الاول، قال ليه هز من ديك الطاسه. سيدي محمد هز واحد الكره ديال الزاج صغيره، وقال ليه سيد العرافي ملي تحس بالوحده والملل ارجع للداخل ديالك وقوي راسك براسك. سالت نوبه سيدي محمد، جات النوبه ديال لالا عيشه، هزات لالا عيشه واحد الكوكياجه، يعني بقات كتعزل هزات واحد الكوكياجه وعطاتها له، وقال ليها سيد العرافي هذا الشيء غيفوت وغيرجع كل شيء زوين، راه كل شيء غيتقاد وكل شيء غيولي بخير. وجات النوبه ديال مات سيدي محمد لالا زبيده، وهزات واحد الجوهره، ديك الالماسه بحال الالماسه هي، فعطاتها له يشوفها، وقال ليها خاصك تبقاي تزوري الاضرحه والاولياء الله الصالحين. وخرجوا من عند الشواف، صافي قال لهم داك الشيء، خرجوا من عند الشواف هاد السيد العرافي، بقاو غاديين وسيدي محمد كيلعب ويضرب في رجليه وفرحان. واحد شويه مشى مورا ماماه تخبى هكاك فجاه، فسولاتو علاش تخبيتي، علاش جيتي مورا الحيك ديالي؟ قال ليها الفقيه راه شفتو دايز من هنا، فإلا شافوا الفقيه، دابا سيدي محمد تخلع، إلا شافوا الفقيه يقول لي كيفاش انت مريض وخارج. قالت ليه مو
يعني زبيدة قلت ليه هانية أنا نقول ليه غير خرجتك نشوف لك شي دواء ونشوفك كيفاش تبرا وترجع للمسيد. فقال لي راكي ما عارفة والو الوالدة راه هانية، يقول لك هانية ولكن ملي نمشي عنده ديك الساعة غيوريني هانية كيفاش دايرة. المهم بقاو غاديين شوية وسيدي محمد غيشوف الرمان كيتباع. سيدي محمد بقى تيبكي ولكن ماما ما بغاتش تاخذ ليه الرمان وقالت ليه راه مازال ما طايب، راه داك الرمان باقي ما طاب دونك غيضرك في كرشك. رجعت للدار ولالا زبيده قالت لجيرانها باللي مشات للاضريحه ولكن ما قالت ليهمش باللي مشات عند السيد العرافي داك الشواف، باش يعني ما علاش هي قالت هادشي هذا حيت هي اصلا ساكنه الشوافه وما جات الشوافه اللي ساكنه عندها انها تقول لها راه مشيت عند شواف وانت حدايا وانا ما مجيتيش عندي دونك خافت لينوض شي يعني تقلق عليها ديك الشوافه اللي سميتها خالته كنزه وكتمات نيت باش الامور تقضى يعني داكشي يجيب مفعول. هادشي علاش كتمات لالا زبيده لجيرانها باللي مشات هي ولالا عائشه لسيد العرافي. داز نهار لالا زبيده شدات ولدها سيدي محمد قالت ليه ما غتبقاش تمشي للمسيد حيتاش بغيتك تواسيني وتبقى مونسني وباش ما تحسش بالوحده، فراجلها راه ما كاينش يعني ما خص ما تحسش بالوحده دونك قالت ليه غتبقى معايا ما غتمشيش للمسيد. وبقاو كل سيمانه كيمشيو لاي ضريح، ففاس معروفه بالاضريحه واولياء الله الصالحين، مدينه زوينه باولياء الله الصالحين. دازت ايام واحد النهار دق واحد الراجل في الدار ديال لالا زبيده تخلعات يعني قالت اوه شكون هذا ياك ماشي واحد كيتصل راجلي ونصدقوا فشي. المهم في الاول تخلعات ولكن في التالي حلات ولقاته مرسول من عند راجلها سيدي عبد السلام وقال لها راجلك راه بخير وراه صافت لك معايا هاد التقديه هادي. المهم صافت ليها الزيت البلديه الفلوس و12 البيضه والزبده وفرحات لالا زبيده بهاد هادشي اللي صافت لها راجلها. حياه بسيطه وزوينه. المهم لالا زبيده بارطاجات هاد 6 البيضات، هو عطاها 12 بيضه يعني صافت مع 12 بيضه بارطاجات 6 البيضات مع جيرانها وبقاو عندها 6 البيضات. وواحد شويه جات لالا عائشه النيت جات في هذا الوقت المناسب فين جا هذا الشيء هذا ولالا زبيده طيبات ذاك البيض وكلاوه وارتاح يعني كلاوه وتصنطوا العظامهم. لالا عائشه عرضت على لالا زبيده الغد ليه باش تمشي عندها. لالا زبيده قالت لها علاش، قالت لها لالا عائشه مفاجاه. مهم مشاو الغد ليه، شوفوا هذه المفاجاه هذه كي دايره، ولقاو لالا عائشه كتجري على الدبان. قوام دابزه مع الدبان، فصوبت لهم لالا عائشه اتاي وبقاو كيهضروا هكا حديث ديال العيالات. لالا عائشه ولالا زبيده جالسين تتحتجوا. وشويه جات عندهم سلامه، سلامه واحد المراه كتزوج الناس هذيك الوقيته في فاس وباقي حتى لدابا كاينين عيالات اللي كيتوسطوا يعني كتكون وسيط ما بين راجل ومراه يعني تتزوج بيناتهم. فهاد سلامه هادي جات عندهم وقالت لالا عائشة انا كنتاسف وانا كنعتذر حيت لقيت ما بين مولاي العربي العلوي راجل لالا عائشة في السابق وبنت الحلاق يعني ديك بنت الحلاق مراته الثانيه، وقالت لها راه غيطلقوا ما فيهاش حيت بنت الحلاق مفشه بزاف ومولاي العربي العلوي حكى لهاد سلامه هادي باللي راه مضرور مع مراته الثانيه. في ظل هاد الهضره ديال العيالات سيدي محمد جاه بيبي وقال لماما نمشي ندير بيبي وصافي. قالت ليه اوكي كونفيرمات. وملي مشى دار بيبي نسى الباب ديال الطواليت محلول، فناضت واحد الجاره كتغوت وقالت ليه انت غير ضيف ودرتي هكا، وقال لها وانا جيت عند لالا عائشة ماشي عندك. قالت ليه غنقطع لك ودنيك وهادي، فبقات يبكي وخرجوا الناس حتى لالا عائشة ولالا زبيده ودابزت مع لالا عائشة وحتى لالا زبيده قالت لي علاش تدوي مع الوالد واش قدك، ولكن تدخلت سلامة وقالت لهم هذا راه دري صغير يعني ما تكبروش الموضوع ما ديروش من الحبه قبه، وعطات لسيدي محمد واحد الحليوه بحال هكا باش يتهدن وما يبكيش يحبس البكا ورجع كلشي لدارو. وهاد سلامة رجعت كملت الحديث ديالها مع لالا زبيده ولالا عائشة، فقالت لهم راه محناه وكتطلب ليه الحاجه الغاليه ديما ومضرور معاها حيت هي صغيره وحمقه شويه ومفششه بزايد يعني مفششه بزاف
وما كطيبش الغداء حتى تفيق لشي وقيته وكتفيق مع الطلا. دونك هاد السلامه هادي كتاكد ليهم باللي غادي يطلقوا غادي يطلقوا ما فيهاش. فشويه جات واحد الجاره سميتها زهور طلبات شويه ديال اتاي لالا عيشه، بغات تطلب هاك لالا عيشه وما خلاوهاش تمشي، فبقاو عليها خاصك تبقاي معنا بقاي معنا، وجلست حتى هي تتسمع لهاد السلامه هادي. فهاد زهور هادي حتى هي مشات مع سلامه في الهضره وكونفيرمات الهضره ديالها، فاكدات قالت ليها باللي راه غيطلقوا وصافي، راه هادشي باين باللي كيمجد باللي غيطلقوا. وشويه بداو العيالات كيهضروا على العائله كامله ديال هاد مرات العربي العلوي الثانيه، يعني هاد بنت الحلاق هادي، وتيدويو على الحلاق يدويو على ولاو تيهضروا عليهم بحال هكا تينمموا فيهم بالخايب. سيدي محمد في هاد الاثناء هادي جاتو واحد الفكره اللي من الصغر كانت كان باغي يديرها، وهي انه فكر يكتب اغنيه على ملي كيرجعوا لي كوبل لبعضياتهم. ملي كان صغير هو كان باغي يكتب اغنيه، ومن الصغر عنده هاد الفكره هادي، وحيت هو مبهور بالانوثه ديال هاد الزهور هادي اللي جات تطلب اتاي، فبغى يدخلها في الاغنيه، بغى يدخل سميتها سميت زهور في الاغنيه حيت عجباته الانوثه ديالها وراقت ليه. دازت الايام وسيدي محمد خرج حدا الدار كيسمع البنات والدراري كيغنيو، واحد شويه بان واحد صاحبه في المسيد سميتو علال اليعقوبي. فهاد صاحبه هذا في المسيد جا من عند الفقيه باش يقول ليه باللي راه خصك ترجع وفينك راك غبرتي. فمشى كيهرب سيدي محمد باش ما يشوفوش راه جالس في الدار صحيح في صحيحتي تصنت البنات والدراري تيغنيو. دق في الباب ديال الدار، جاوبته امو لالا زبيده وقالت ليه راه باقي مريض يعني ما يقدش يمشي للمسيد، وصافي عوج بحالاته. مشات مع الصبا تقلب على سيدي محمد، شويه جات زينب كتلهت كتجري وقالت لالا زبيده بلي راه السي عبد السلام راجل لالا زبيده راه شافته زينب في السوق. شويه فعلا سي عبد السلام دق في الباب وهو اللي جا، يعني راه فعلا الهضره ديال زينب راه صحيحه. فجا وجاب معاه الدجاج والبيض والزبده وداكشي اللي كيكون في الباديه، وكلهم فرحوا ليه، سيدي محمد لالا زبيده الجيران كلشي فرح ليه. وجا دريس العواد، دريس العواد راجل لالا رحمه امه زينب، وسلم عليه وعرض عليه يشربوا شويه د اتاي، وقال ليه راه مولاي العربي العلوي حتى هو طلق مراته الثانيه، مهم راه دو توت فاسون غير رجع لمراته الاولى اللي هي لالا عيشه، يعني ولات الفرحه فرحتين. المهم القصه فيها نهايه سعيده، وجا داك الشيء زوين بزاف، يعني الرجوع ديال سي عبد السلام للدار، والمولاي العربي العلوي طلق مراته الثانيه، ويعني في اخر المطاف غير يرجع لمراته الاولى. فمشى سيدي محمد بهاد الفرحه هادي جبد لابواط امير فاي، وتخيل دوك الشخصيات وتخيل راسو امير، رجعت ليه ديك الحلاوه اللي كان فقدها من اللي مشى باه من الدار، وبقى كيتخيل راسو امير وداكشي اللي كان كيتخيلو ديما، ديك حالته الزوينه اللي كان كيتخيلها من اللي يكون في لابواط امير فاي، يعني يكون شاد لابواط امير فاي. هنا كتسلى القصه ديال لابواط امير فاي. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، شكرا بزاف على التقبل ديالكم لهاد القناه ولهاد الفيديوهات، وكنبغيكم من القلب والله الا كنبغيكم من القلب، ونتلاقاو في حاجه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.